الوضع أصبح غير مناسب لوجودي. أنا بعيد مو لأن أنا بعيد، أنا بعيد الناس متعودة مني صراحة، والصراحة تقول أن الإخوان اللي يعدون البرامج الرياضية لا يريدون أن يلتقوا بجاسم أشكنازي لسبب ما، لعارض ما، لأمر ما، لصراحة أكثر من لازم، الله أعلم. الكرب ملعب ومو ملعبي، أنا موجود ومثل كشر وقت فضلت أني أتكلم مع أني أنا بعارض صحي أتكلم، لكن الزمن زمن الشباب، الله يوفقهم والله يسدد خطاهم ويمشون على الدرب الصحيح. احنا بدينا المسيرة وهم يكملوها بإذن الواحد الأحد، لكن أنا موجود، الإعلام بعيد عني، أنا ليس بعيد عن الإعلام. الأستاذ جاسم أشكناني يقدم لك دعوة برنامج ديربي تظهر معنا الحلقة. والله إذا الله كتب وصحيت أنا حاضر، وتحياتي لكل من يشارك برنامج الديربي، بس أطلع مع عزيزي بشرط محمد كرب ما يطلع. حبيبي أبو علي أنا أمزح، لكن أنا الكل أبنائي وإخواني، وكما أدعي إذا كان هناك يعتقد من أدعي أن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد الود قضية، فأنا ما عندي قضية مع أحد. أطلع مع ديربي مع غير الديربي في حلقة تكون فيها شوية وزن ثقيل أنا مستعد حبيبي. في مقال سابق استمتعت أنا فيه أستاذ جاسم تقول أرض الريادة الكويت أصبحت يعني صخباء بفعل فاعل. كانت الأرض فعلا هي أرض خضراء أصابها التصحر بسبب الداء الكبير، الداء الرياضي الإداري، بسبب وجود أشخاص في أماكن لا يستحقونها. أنا أصر على أن الكويت مليئة بالكفاءات، الكويت ولادة، الكويت رمز في كل المجالات اللي تقدمت فيها. الكويت وقفت مكانها، راوحت والناس تقدمت عليها بفعل فاعل، لأنه أوتي بالرجل غير المناسب للمكان الذي يستحق أفضل، فلذلك وقفت رجلنا مكانها والإخوان في الخليج تقدموا علينا. لو وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني أنا عالطاير بعطي مثال، اللي جاب المدرب روميو جوزاك لمنتخب الكويت، مدرب سي في فاشل، تاريخه فاشل، حطه فرضه على منتخب الكويت وإحنا قاعد نعاني. اللي جاب المدرب صار في ما في حساب ولا كتاب ولا رقابة ولا محاسبة من الجمعية العمومية، فهذا الفساد الإداري تدحرج، أصبح كرة ثلج كبيرة، ونحن الذين نعشق الرياضة نعاني. أستاذ جاسم، من هو الرجل المناسب اللي ممكن يقود الرياضة للنجاح؟ هناك أكثر من رجال. الرجل الذي يعرف أن الرياضة نتائج وأرقام، الرياضة مو بشت كرسي وخطبة دغدغ المشاعر، لا، الرياضة نتائج وأرقام. أنا أجيب نتائج، حقق نتائج، أستمر، ما حقق نتائج أروح أقعد بالبيت. يمكن أستاذ جاسم قلت بشت يعني ما تبي الشيوخ يمسكون الاتحاد. في ناس غير الشيوخ يلبسون بشوت، أنا طبعا مباشرة ما فضل لنا شيخ يمسك الرياضة، لأن الشيخ بالنهاية يكون عاطفي ويحب أنه يخدم الناس ويعز عليه أنه ما يتوسط فلان وفلان، والرياضة ما فيها واسطة، لكل قاعدة شواذ. يعني أنا أقول لك أيام زمان الشيخ فهد أحمد الله يرحمه، الشيخ سلمان الحمود أبو محمد مع نادي العربي الله يطول بعمره، الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الله يطول بعمره، هذين رياضيين خدموا الرياضة، حققوا أمجاد رياضية لأنه كان معاهم ناس يشيلونهم. الشيخ نحتاج تطبيق القانون منه، شيوخنا غالبيتهم في الرياضة فوق القانون. تقدر تعطي الكلام؟ نقدر إن شاء الله. إن شاء الله أصافوا قلكم.